فيما يخص بما يرتبط أو بما يرتبط بحزبنا في علاقته بالانتخابات وتعيين الحكومة واختيارنا للمعارضة استعداداً واستعدادنا للمؤتمر القادم وغيرها من القضايا، فسأتحدث عنها بكل الوضوح. الاتحاديين يعقدون دورة المجلس الوطني لمناقشة الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، خاصة من بعد الحركية التي يعرفها الوضع. فهذا الشهر كان شهر ديال تقديم ديال تشكيل الحكومة وتقديم التصريح الحكومي وتصويت كذلك على القانون المالي، كما أن هناك عدة ملفات اجتماعية مرتبطة بالجائحة وتطورها، ومرتبطة كذلك بالأوضاع الاجتماعية الصعبة التي تعيشها الفئات الهشة والضعيفة، بل اليوم حتى المتوسطة وصلها من الأثر الشيء الكثير. إضافة إلى هذه القضايا لتتهم الرأي العام برمته، الاتحاد مؤتمره ماشي شأن داخلي، ومما لا شك في أنه يهم كذلك الشعب المغربي، لأن الاتحاد الاشتراكي باعتباره ذاك الحزب المناضل باعتبار الرمزية التاريخية لمختلف قاداته ولمواقفه والوطنية أساسا عبر التاريخ، ومتابع من طرف كل فئات الشعب المغربي. اليوم يلتئم الاتحاديات والاتحاديين باش يحددوا تاريخ المؤتمر ويحددوا كذلك المكان ديالو ويشكلوا اللجنة التحضيرية التي ستهيكل نفسها وستعقد اجتماعها كذلك مباشرة بعد النهاية من اجتماع المجلس الوطني. بمناسبة الانتخابات الأخيرة أكدنا على أننا سنساند الوطن أولا، لأن مساندة الوطن هو اختيار استراتيجي بالنسبة للاتحاد، وبدون شك أن هذا الاختيار الاستراتيجي له تداعيات مهمة، وبالتالي سوف نجعل من هذا الشعار لا شعارا انتخابيا مرحليا، ولكن شعار يؤسس لاختيار استراتيجي كما أشرت. من جهة أخرى بدون شك أننا بصدد تحضير المؤتمر 11 تساؤلات متعددة خاصة بالحداثة، خاصة باليسار، بوحدة اليسار، وبطبيعة الحال سنعمل على أن نجعل من هذا المؤتمر مؤتمر وحدوي، مؤتمر منفتح على جميع الطاقات الحزبية، وكذلك مؤتمر يساعد من خلال تساؤلاته على كل ما يجب أن نجد له أجوبة جريئة واقعية وفاتحة للأمل. حين طرحنا شعار من أجل تناوب جديد مؤطرا بمضمون أفق الدولة الاجتماعية المنشودة، كنا واعين بتحديات المرحلة، ويحق لنا أن نقول إننا كنا الوحيدين الذين وضعنا شعارا يكتف برنامجا للإجابة على تحديات المرحلة. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.